العاصمة الإدارية الجديدة دي شركة بتملكها الحكومة، سواء الهيئة المؤتمرات العمرانية أو جهات أخرى. وأعتقد أنه التخطيط اللي معمول في العاصمة الإدارية الجديدة، أولاً النسبة البنائية بالنسبة للأراضي قليلة، الخدمات اللي معمولة فيها بالنسبة للمدن الذكية أعتقد أنها متوفرة. الاستثمار اللي حطت دولة في موضوع شبكة الطرق، في موضوع الخدمات، احنا شفنا هناك مساجد معمولة على أعلى مستوى، شفنا الكاتدرائية معمولة على أعلى مستوى، شفنا شبكة الطرق اللي معمولة، شفنا الخدمات في موضوع توصيل المرافق اللي معمول هناك. كل الكلام ده بيمثل انفاق كبير جدا في التكلفة الانفراستراكشر. الكلام ده بيحمل على ثمن الأرض. فاعتقادي الشخصي انه الويل بلاند اللي تم بيه العاصمة الإدارية الجديدة أدى إلى غلو ثمن الأراضي نوعا ما فيها، ولكن يعني هو ما نقدرش نقول ان هو المسألة يعني بسعر يعني مغالى فيه، ولكن في تكلفة تمت عشان يتعمل الانفراستراكشر دي كلها.